مرحبا بكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم، اليوم ان شاء الله جبت لكم واحده التحليه واعره في البنه، بنينه بالبزاف، اكيد راح تعجبكم، اقتصاديه ما فيهاش بزاف المقادير. ان شاء الله تعجبكم هذه التحليه وتجربوها لشهر رمضان، اما للعائله او لضياف السهره. هذه التحليه خدمناها بحلوه الترك، وصفه حصريه على قناتي. نروحو نبداو مباشرة في المقادير. نبداو بسم الله. هنا عندي علبة تاع بيسكوي، انا استعملت هذا بريزيدون تاع بيبو. عندي هنايا زوج مغارف كبار تاع المارغارين تكون طرية او زبدة، عندنا زوج مغارف كبار تاع الكاوكاو ولا لوز ولا لافاني، وعندنا الكاكاو. نحط المارغارين تذوب ونجي هنايا نطحن هذاك البيسكوي، نطحنه حتى نتحصل على شكل غبرة يعني بودرة، نطحنه مليح. وهذا بيبو انا اختاريته لخاطرش ماهوش حلو بزاف، باه التحلية تاعي ما تجينيش حلوة. هنا يديت هذاك البيسكوي حطيت عليه رشة تاع الملح. هنا كيما قلت لكم تبغوا ديروا كاوكاو محمص ولا لوز محمص كيما تبغوا. عندنا هنايا الكاكاو، انا هنا استعملت الكاكاو باه نكسر الحلاوة تاع التحلية اللي غادي نخدموها اليوم. درت هنايا ملعقة كبيرة ونصف تاع كاكاو يكون بني، انا راني نستعمل هذا، فيه ريحة شابة اقتصادي، والحاجة اللي عجبتني فيه فيه ريحة الشوكولا. هنايا ضفت نص مغرف تاع لافاني اختيارية. نخلط المكونات مليح مليح كما راكم تشوفوا حتى ينسجموا مع بعض. هنايا بعد ما خلطت المكونات دوبت هذيك المارغارين وخليتها تدفى، نجي هنايا نفرخها على هذاك البيسكويت تاعنا ونخلط مليح. لازم تحصلوا على خليط مرمل باه يجينا التشيز كيك تاعنا كي ناكلو هذاك البيسكوي يجينا بنين. نخلط مليح. هنايا انا ديت القطر تاع السيرسو تاعي 20 سنتيمتر في القطر، والعلبه تاع البيسكوي فيها 240 غرام. نجي هنايا نبدا نضغط عليه بالظهر تاع المغرف كيما راكم تشوفوا ولا بالقاعده تاع كاس، نضغط مليح ونزير كشغل هذاك البيسكوي باه تجيني الطبقه تاعي متماسكه. من بعد ندخلها للثلاجة ونخليها تبرد، ما بيد حنا نحضروا الكريمة اللي غادي نديروها تاع نهار اليوم. هنايا بالنسبة للكريمة ديت هنا قطعة تاع جبن، ما يكونش مالح بزاف ماذا بيكم. نحتاج هنايا ملعقة كبيرة معمرة مليح تاع لافاني، عندي ربع علب تاع بتي سويس ولا الجبن الطبيعي. هنا كل علبة فيها 30 غرام، انا نستعملت ربعة صافي 120 غرام تاع جبن طبيعي. تبغوا تستعملوا هذا الصغير ولا الكبير. من بعد زدت شويه تاع الملح، هنا الملح باه نعدل المذاقات فقط، ماشي باه نملح التحليه تاعنا. بعد ما خلطتهم حتى انسجموا كما راكم تشوفوا، عندي كاس تاع كريمه ماشي خاصه بالحلويات، كاس تاع كريمه خاصه بالطبخ عاديه. درت كاس ونعاود نخلط مليح بالخلاط الكهربائي كما راكم تشوفوا حتى ينسجموا مع بعض. من بعد هنايا عندنا الاكتشاف تاع نهار اليوم اللي هو كريمة حلوة الترك. هذا المنتج بزاف شباب شباب شباب، ما قد ما نوصف لكم والله ما يوفي حقه. هذا كما راكم تشوفوا في العلبة كاتبين 100% بيور سيزام، ميم كي تاكلوها تستبنوا الجلجلان، بنة الجلجلان. انا صراحة منتج عجبني، منتج في القمة، ماشي زعما اشهار ولا قد ما نقول الرأي بكل مصداقية وشفافية. جربوه وردوا لي الخبر. من بعد هنا ضفت 3 مغارف من كريمة حلوة الترك، ومن بعد نخلطها بالخلاط الكهربائي مليح مليح حتى تنسجم لنا المقادير. من بعد نحتاجو عندنا كاس تاع بودرة شانتي، انا راني نستعمل هذه علاه كيما قلت لكم بالك شتوني في شحال من فيديو، غادي تعطيكم كثافة للكريمات تاعكم وتطلع بالخف وممتازة، يعني كاليتي مليحة سيرتو للناس اللي تخدم المشاريع. نضيف هنا كاس تاع بودرة شانتي ونعاود نطلع بالخلاط الكهربائي، دايما نبداو بالفيتاس القليل، من بعد كي نشوفوها بدات تتماسك نزيدو في لافيتاس ونبدا نخفق فيها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه حتى تنسجم ونتحصلوا على كريمه. شوفوا هنا القوام تاعها. من بعد هنايا عندي تقريبا 3 مغارف كبار تاع كاوكاو محمص مليح ومطحون. تبغوا ديروا كاوكاو، تبغوا ديروا لوز محمص بقشوره ومطحون، تبغوا ديروا كميه تاع بيستاش كيما تبغوا نتوما.
من بعد نعاود نضرب هذيك الكريمه مع هذاك المكسرات كما راكم تشوفوا هنايا. القاعده تاع البسكويت تاعي بردت شدت روحها، الكريمه تاعي راهي واجده. نجي هنايا نفرغ كامل هذيك الكميه تاع الكريمه ونسويها مليح. التشيز كيك تاعنا هذا سر نجاحه هو انه يبرد، يعني زعما لو بغيتي توجديه في رمضان ديريه الصباح وخليه حتى للسهره. هنايا سويت الوجه تاع الكريمه، ندخله للمجمد على الاقل ربع ساعات. هنا نجي للكلاصاج اللي غادي نديره من الفوق، كلاصاج تاع كريمه حلوه الترك. هذه هي البرودوي اللي قلت لكم عليه داماس، صدقوني يستحق التجربه، والله لا يستحق التجربه. هنايا ديت ثلاث مغارف كبار، ثلاث مغارف تاع ماكله، نحطهم يدوبوا على حمام مائي. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما دابونا غادي تنطلق شويه باغابوغ على اللي كانت في الاول. غادي نضيف لها 2 ملاعق اكل تاع الزيت، هنا الهدف باه تجينيك شغل سائله شويه ونطق نمشيها فوق فوق التشيز كيك تاعي. او ميم طون ما غاديش تجمد لي، غادي تبقى هكاك شغل طريه، هي طريه بصح غادي تزيد تطرى اكثر واكثر. هنايا شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، يعني تولي بهذا القوام، راهي واجده الكلاصاج تاعي. نروح الان نجيب تشيز كيك تاعي اللي فاتت عليه ربع سوايع في المجمد. نجي هنايا بالخدمه، يعني نفوت على الحواف باه نقلعه، ولا ندير هذه الطريقه باه ينقلع لي بكل سهوله. وهنايا المول تبغوا ديروا اي شكل تفضلوه نتوما، مربع ولا قلب ولا، انا هنايا درت دائره وانتوما ديروا اللي تبغوا. نجي هنايا غير بالعقل نبدا نقلع في هذاك السيرسو ونعاون روحي بالخدمي باه تنقلع لي بكل سهوله كيما رانا نشوفوا. هنا ما يهموناش هذوك الحافات، دوك نسقموهم. هنايا بعد ما قلعت هذاك السيرسو نجيب هنايا سباتول ولا بالظهر تاع المغرف ونسقم كامل هذوك الحواف اللي كنا كشغل شويه خسرونا من قلعنا المول. من بعد نجيب هذاك الكلاصاج تاع كريمه حلوه الترك ونمشيه فوق التشيز كيك تاعي. ماذا بكم تخلوه يسيل هكا على الجوانب باه يجيكم الشكل شباب، وصدقوني هذا التشيز كيك ما غاديش يجي حلو نهائيا. تبعوا المراحل ودوا المقادير بعين الاعتبار، جربوه وردوا لي خبر. كما قلت لكم وصفه حصريه على قناتي، وبالك تكون ربما اول مره على اليوتيوب. هنايا نمشي بالاسباتول، هو كي يكون بارد هنا غادي بالخف تشد روحها هذيك الطبقه تاع اللي درناها تاع الكلاصاج. من بعد نخليه على جهه باه يدي درجه حراره المطبخ، باه من بعد نطيق ونقسموه باسكو هو راهو جامد، خليناه مده طويله في المجمد. انا غادي نخليه حتى يدي درجه حراره المطبخ نزينه. هنا التزيين يبقى لكم على حسب الرغبه، ماذا بكم الا كان عندكم ديروا بيستاش ولا فو بيستاش، ديري لوز ايفيلي محمص، كاوكاو محمص ومطحون، ولا كاوكاو ايفيلي محمص، طيق ديري حبيبات تاع اللوز، انصاف تاع جوز. التزيين يبقى لكم على حسب الرغبه. انا بما انه درت في القاعده الكاوكاو، درت في الكريمه الكاوكاو، هنايا كملتها تاني من الفوق الكاوكاو، وراكم تتخيلوا المذاق تاع حلوه الترك مع الكاوكاو يجي روعه. صافي هنا كان عندي كميه تاع كاوكاو ايفيلي درتها كما راكم تشوفوا، وهنايا شوفوا كيفاش يجوا الطبقات ما شاء الله. هنايا التشيز كيك تاعنا راهو واجد، هذا هو الشكل النهائي تاعو كما راكم تشوفوا. هنا زدت له الورقه الذهبيه، درت له في الوسط شوش الورد وخليته تدا حراره المطبخ. وهنا شوفوا زدت قربت لكم عن قرب، شوفوا هنا كيفاش يجي. والتزيين كل سيده دير اللمسه تاعها الشخصيه. هنايا غادي نقسم معاكم باه تشوفوا كيفاش يجينا من الداخل، يجونا الطبقات باينين، وهذاك الطبقه تاع البسكوي لازم تدي حراره المطبخ، خاطر كون تخلوها هكا كبيره كي تجوا تقسموها غادي يتكسر ويخسر لكم الشكل. بالاقل تخلوه نص ساعه في المطبخ باه يدي يرجع على طبيعته. هنايا غادي نقسم معاكم ظرف، وانا تعمدت هنايا باه نخلي لكم حتى يدي حراره المطبخ باه تشوفوا بلي هذيك الكريمه تبقى محافظه على القوام تاعها، بالرغم من انه ما فيها لا جيلاتين ما فيها كميه تاع شونتي كبيره، يعني كاس ماشي حاجه. وميم لاكريم اللي درناها ماشي كريم فويتي كما نقولوا حنا باه تقولوا تشد روحها، كريم عاديه تاع الطبخ. هنايا شوفوا غادي نقسم لكم، وانا ننصحكم باه تجربوا هاد التشيز كيك، والله غير روعه بزاف بنين، سورتو بالبرودوي هذا تاع كريمه حلوه الترك.
هنايا في كل مره كي تبغوا تقسموا عاودوا مسحوا الخدمي باه يجيكم المثلث تاعكم اللي تقطعوه يجيكم نقي وشباب. هنايا شوفوا هنا غادي نقرب لكم اكثر باه تشوفوا باللي الكريمه راهي شاده روحها. البسكوي هذاك ما يجيكمش حلو نهائيا. شوفوا هنايا الطبقات، الطبقه تاع البسكوي اللي كنا درناه بالكاكاو والكاوكاو، الطبقه تاع الكريمه، والطبقه تاع هذاك الكلاصاج اللي درناه بكريمه حلوه التوك. هنا غادي نقسم لكم باش تشوفوا القوام، كريمي ناعم بزاف يستحق التجربه. هنا غير البسكوي مازال ما طلقش روحه هذا مكان. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع هاليوم يعجبكم. نقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا باللايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس كما توصلوا بكل ما هو جديد، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده ويستفاد الجميع. السلام عليكم وتهلاو في روحكم.